فإن اختلفتم في أمر سلطانكم فقد كان ابن مهانة مع الأمين وكنت مع المأمون وقد وطأت لمولاي البلاد وسهلت له الصعاب فانتقمتم وبايعتم لسواه حتى كنتم تسيرون شرطة عند ابن سلامة فأنا والله امرؤ لا يقعقع لي بالشنان لا يجاريك في زماننا مجار ولا يسد محلك أحد وإذا أجري السباق كنت السابق وهيهات هيهات أن أجد مثلك اذهب يا طاهر ولا تعجل فإن لي معك أمرا أذاكره أمر أمير المؤمنين يدل علينا هذا الأعور؟ والله يا عم والله ما تذكرت أخي الأمين إلا وتحسست رأسي وما عرفت صاحب سيف أحكم رأيا وأشد نكاية في عدو مع كبر نفس وكبرياء بلا غرور وشجاعة دون تهور كطاهر فاقصر فاقصر والله لن أخرج من مدينة رسول الله حتى أحدد النظر فيه لأصفه لأصحابنا في مصر مولاي يا علي بن أصباط إن صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب جعلت فداك يا مولاي إن الله احتج بالإمامة بمثل ما احتج بالنبوة قال الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا وقال تعالى ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي ويجوز أن يؤتى وهو بعمر 40 سنة وفي قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكان عمره حينها 10 سنين والله ما شككت لحظة يا علي لست بمتهم والله سبحانه منح أوصياءه رؤية خواطر الناس مولاي جعلت فداك أكان عيسى بن مريم عليه السلام حين تكلم في المهدي حجة لله على أهل زمانه سألني غيرك وقالوا في حداثة سنه ومن تفكر بذلك وتدبره وجده رحمة من الله ومعجزة لهم أمام مخالفيهم والله سبحانه متم أمره بلى كان عيسى وهو في المهد حجة لله غير مرسل أما تسمع لقوله حين قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بلى والله تلوتها يا مولاي سبحان من علمك يا مولاي كأنني خارج من بئر لا قرار له تأخرت يا سلمى السقاط كسرا على البئر يا عمه لا عدمتك يا سلمى بارك الله فيك يا ابنتي ألم يصحو بعد؟ كان وما يزال منذ أتانا يئن أنينا خافتا يقطعني يا طلق القلب
حتى والله إني لأشفق عليه وعلى نفسي من سماعه. لا تقنطي من رحمة الله يا بني، إن الله سبحانه لا يضيعه، لأنه ينافح عن آل بيت نبيه صلى الله عليه وآله. اللهم بشفاعة نبيك وآل بيت نبيك المطهرين رد لي زوجي الحر يا أرحم الراحمين. ويح هذا الهجاء المتطاول، والله إن أمكنني الله منه لأحز عنقه. من تطاول عليك يا معتصم؟ هذا الدعبل الفاجر. ماذا قال فيك؟ بل بأبي وأبيك. في الرشيد؟ ماذا قال؟ لا يجري بها لساني. إن كانت لدعبل فقد جرت فيها ألسنة الناس في طول العراق وعرضه، وإن كان قد هجاك وأقدع فهي حديث المجالس وملحة السامر. ليتها في وليست فيه. قل يا أبا إسحاق وليسامحك الله فيما ستخطئ. قل. اربع بطوس على القبر الزكي إذا ما كنت تربع من دين على وطري. قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قرب الزكي، ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات كل امرئ رهن بما كسبت، له يداه فخذ ما شئت أو فذري. لا، تجاوز الحد. صالح! صالح! الحمد لله الذي أعادك إلينا يا حر. بشفاعة مولاي أعادني الله يا سلمى. اللهم ما أكرمك. بوركتي بوركتي يا امرأة. ويلك من أنت ضعيف يا حر. سلمى، من الذي أتى بي إلى هنا؟ حصانك. حصاني؟ لا، ليس حصاني. على شاطئ الفرات أترامى، وحصاني يصل، إذ جاءت امرأة ونادت، فجاء الناس وأخذوني، وبقيت عندهم أياما، أصحو وأخشى، أصحو وأخشى، وفجأة، وأنا في عز غشيتي، يأتيني في المنام رجل أو ملاك بثياب بيض، يقول لي: انهض يا حر،
انهض يا حر قبل أن يدركوك. ثم رأيت عسكر السلطان يقتحمون البيت وحصاني عبر النهر بي ومضى. لا أدري ماذا جرى بعده إلا أنني قد صحوت فوجدت نفسي على فراشي وفي خيمتي. ماذا تقول يا حر؟ لقد مضى على المعركة أشهر. اليد التي انتشلتني من الموت أوصلتني إليكم. لا تسأليني يا سلمى، لا أعلم كيف جرى ذلك. الحمد لله على سلامتك يا الحر. لقد راعني وأنت تتأوه وتأن، ولا أفهم منك إلا كلمة واحدة: مولاي مولاي. لقد أنقذني يا أبي، لقد أنقذني. من كان الحجة لله عز وجل لما صمت نبي الله عيسى عليه السلام؟ يا أبا هاشم، كانت الحجة حينئذ زكريا عليه السلام، ثم مات زكريا فورثه ابنه يحيى، وأتاه الكتاب والحكمة وهو صبي صغير. أما تسمع لقوله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فلما بلغ عيسى ابن مريم 7 سنين تكلم بالنبوة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه، فكان عيسى الحجة على يحيى والناس أجمعين منذ خلق الله آدم عليه السلام وأسكنه الأرض. جعلت فداك، أكان أمير المؤمنين علي عليه السلام حجة من الله ورسوله على هذه الأمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاته؟ نعم، يوم أقامه للناس ونصبه علما ودعاه إلى ولايته وأمرهم بطاعته. وكانت طاعة أمير المؤمنين واجبة في حياة رسول الله وبعد وفاته. نعم، ولكن صمت فلم يتكلم مع رسول الله، وكانت الطاعة للرسول على أمته وعلى علي في حياة الرسول عليه وعلى آله السلام، وكانت الطاعة من الله ورسوله على الناس كلهم لعلي بعد وفاة رسول الله، وكان عليه السلام حكيما عالما. يا أبا جعفر، جعلت فداك، أما من أثر عن رسول الله في هذا المقام؟ بلى، عن ابن مسعود قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله الأطهار: إن شئت نبأتك بأمر يحيى، كان لباسه الليف وكان يأكل أوراق الشجر، وإن شئت نبأتك بأمر عيسى بن مريم فهو العجب، كان يقول: إدامي الجوع وشعار الخوف ولباس الصوف، ودابة رجلاي وسراج بالليل القمر، واصطلاء بالشتاء مشارق الشمس، وفاكهة وريحانة بقول الأرض مما تأكل الوحوش والأنعام، أبيت وليس لي شيء، وأصبح وليس لي شيء، وليس على وجه الأرض أحد أغنى مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. يا مولاي، أما كانوا في صغرهم قبقية الصبيان؟ قصدت في لهوهم ولعبهم. لا يا علي، جاء الصبيان إلى يحيى عليه السلام وقالوا له: هلما نلعب. فقال: أوه، ما للعب خلقنا، وإنما خلقنا للجد والأمر العظيم. صدق نبي الله يحيى عليه السلام، صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب، خلق للجد والأمر العظيم. غفر الله لكم جميعا وحشرنا وإياكم في جنته. اللهم آمين. والله إنه العار بعينه، لقد أحبك يا عبد الله وقدمك وكان يعيرنا بك، يقول: أين أنتم من المأمون؟
أعقلكم وأسخاكم وهو ملجأكم، فإذا بك تتخذ من ذكري سخرية؟ مهلا يا معتصم، مهلا. ما بك؟ ذهبت بعيدا. وأنت يا صالح، لا أدري من أين جئت بكل هذا العبث. إن قلنا من أخوالك فأمك بربرية، وهم قوم فيهم غضب وجد وشجاعة. أيصل هزؤك إلى هذا الحد؟ يا ابن هارون رويدك، والله لم يكن الأمر يخص الرشيد، إنما ضحكت لأمر آخر، وأظن أخي أمير المؤمنين ضحك لذات السبب. وما هو السبب؟ يا أخي يا معتصم، يا أبا إسحاق، إنك لا تغضب إذ فاتك حظك من العلم، فأنت لا تجيد الخطابة والقراءة والكتابة، وترفع المنصوب وتجر المفتوح أتتنا على ذلك. هذا لا يجهله أحد، أنا رجل سيف وحروب، رجل بديهة، لا قارد كتب. نعم نعم يا أخي، ولكنك أجريت في قصيدة دابل كالجواد الأصيل، لم تخطئ، ألقيت فأجدت فأذهلتنا. أبدعت في إلقائها عن ظهر قلب، لكأنك أنت قائلها. أي والله، والله لن يمنعني عنه إلا الموت. بل اضرب كل أعناقه. غضب أبو إسحاق، أليس كذلك؟ أول مرة يقرأ فيجيب ولا يخطئ. إن لقي دعبلا قتله ليقتله. لا أريد أن أخضب كفي بدمه. يا ابن أبي، لعله مدحك ذات يوم. لو جاءني ناشدا منازل آيات لعفوت عنه. على ما فيها؟ ما جرى في زماننا قصيدة على الألسن سيرها. الشيعة يرددونها كأنها أيقونة، كلهم يحفظونها. الشيعة وسواهم، لأنها خرجت من سويداء قلب محب، بل يهيم حبا بآل البيت، لكأنها ألقيت في روعه فجرى بها لسانه. مولاي، ما بك؟ فيما اضطرابك؟ قل. أبو الصلت الهروي. أبو الصلت، ألم يفنى في سجنه؟ بل لقد فر. ماذا قلت؟ لقد دخلوا زنزانته فلم يجدوه، لا أثر له. إلي بالمروزي، تعال معي يا صالح. يا سعيدة، تعلمت يرحمك الله أن والدي عليه السلام علمنا ألا نفرق بين أهلنا وخدمنا، وما كنت لأقول لك ما سأقوله لولا وصية والدي. هل رابك مني شيء يا مولاي؟ السلام عليك وعلى آبائك. لا يا سعيدة، ليس الأمر كما تهيأ لك. ما الأمر إذن يا مولاي؟ إنه حرصك يا سعيدة. من خشيتي عليكم يا مولاي، خوفي من الإملاق وذل الحاجة. يا سعيدة، أوصاني أبي ألا أخرج إلا من الباب الذي يراني فيه عامة الناس، حيث يقف المحتاج والمسكين وعابر السبيل. إن لهم في مالنا حقا، فلا تقول لي بعد الآن أخرج من الباب الآخر. سعيدة تخشى عاديات الزمن يا ابن أخي، فهون عليها. أعلم يا عمتي، وهي ليست عندنا متهمة، وقد خبرنا صدقها وولاءها وذمتها، وعرفنا حرصها أيضا. لا تبكي يا سعيدة، لا تبكي. توبخني يا مولاي ولا أبكي. ويلي
وصي آل محمد يوبخني ولا أبكي، خسرت دنياي وآخرتي. لا يا سعيدة، لا، ليس هذا موضع كلامي، إنما مالنا لنا وللناس فيه حقوق، لمئات العائلات التي قتل الظلمة عائليها ويتم بنيها، وللمساكين والمحتاجين. شهد الله لو أن مالي يتسع لما بقي محتاج على وجه الأرض. بارك الله بك يا مهجة قلبي، وزادك نبلا وتقا وكرما يا ابن آبائك الطاهرين المطهرين. يا سعيدة، لن أخرج بعد اليوم إلا من الباب الكبير، وإني لأرجو أن يعينني الله سبحانه وتعالى على معونة كل ذي حاجة. بارك الله فيك يا مولاي. ويسعكم ما يسعنا، فإن كانت كفاية اكتفينا، وإن كان الغنى أكلنا من هذا الطعام بما يرضي الله، نحن ومن يصل إلينا ونصل إليه، وإن كانت فاقة صبرنا. واعلموا يا أهل بيتنا إن صبر المؤمن على البلاء من أشد الأسلحة ضد الظالمين. سأرويه عنك يا ابن أخي ومولاي. زانك الطهر والخير والصدق والمودة يا عمتي، رحمك الله حية وميتة ويوم تبعثين. مولاي أدعو لي. اللهم سخي يدها. ليس هين علي يا مولاي أن أرى رزقكم نهبا لكل طالب. اللهم سخي يدها. واعلمي يا سعيدة إن الصبر على المصيبة مصيبة على الشامت، فاصبروا ومثلنا من صبر، وقد ابتلانا المولى وامتحننا فصبرنا لما لا تطيقه الجبال. اللهم لا نبغي إلا مرضاتك. اللهم آمين. أمير المؤمنين المأمون. مولاي، افتحوا زنزانات الحراوية. أمر مولاي. هل فر أحد من السجانين؟ لا يا مولاي. ومن أغلق الباب خلفه؟ ما فتح أحد، إنما نظرنا من الكوة فلم نجده. ويحكم، أتكتمون على أمير المؤمنين؟ والله يا مولاي ما طرقها بشر ولأننا حائرون. حينما تعرضون على السيف ستقولون غير ما تقولون الآن. أكل السجانين هنا؟ بلى يا مولاي. ولم يفر أحد؟ لا يا مولاي. ويحك يا مأمون، ويحك. يا ابن الصلت، إن الناس أكثرت في زماننا المقالات، وما تجلس في مسجد أو دار إلا وتسمع فيها الأحاديث. بلى، وهم يأتون من بخارى وما بعد ومروى وجرجان وسواها ليسمعوا من أهل الحديث، بخاصة في العراقين والحجاز. ففيهما انتهى العلم. ما قولك فيما هم فيه الناس يا ابن الصلت؟ ما أبلغ ما قاله عبد الله بن عباس
الرزية كل الرزية لما حيل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتابة وصيته، إذ قال في مرضه: أعطوني قرطاسا وقلما لأكتب لكم كتابا لا تضلون بعدي. فقال قائلهم: إن رسول الله يهجر، حسبنا كتاب الله. قائلهم يا ابن الصلت: إنني لا أعجب يا ابن إسماعيل، يخالف رسول الله فأمسك تأدبا عن ذكر الاسم فتمتعد. أما لو كان الموقف حسنا لذكرته مشفوعا بما يليق به من الإجلال. إني لا أغبطك على حسن التخلص يا ابن الصلت، ولكنني أنبهك إلى وضع صحابة رسول الله في مواضعهم، ولا تكن مثل أولئك الذين يقعون بهم من جماعتك. وهل سمعت أحدا من جماعتنا يقع في الصحابة؟ وماذا عن مجالس العامة؟ لا يعتد بمجالس العامة، مع أنني أعرفهم أكثر منك، وهم لا يزيدون على أن عليا ظلم في أمر الولاية من صحابة رسول الله وكان الأولى بها، وهم إنما يبثون شكوى أصابت الأمة كلها. والله لا يعرف أحد متى يرتق ذلك الفتق. وأنت تقول ذلك وتعرف سابقة من سبق وموضعهم وكرامتهم عند ربهم. لا والله لست أنا من يقول ذلك، إنما أنا متبع لا مبتدع، أتبع آيات كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. والخلاف بيني وبينك في أهل البيت، من هم؟ حاشا لله أن أختلف معك في كتاب الله الكريم المحفوظ إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. وأين نص عليهم؟ في آية المباهلة. هل نسخت يا ابن إسماعيل؟ لا، ما نسخت أبدا. إذ أنزلها الوحي العظيم على رسوله بمشهد المسلمين كافة، إذ أتى وفد نصارى نجران وفيهم كبار أحبارهم وأساقفتهم، وجادلوا رسول الله فرد عليهم ورد حججهم كلها، فطلبوه إلى المباهلة، وهي الدعاء إلى الله سبحانه لأخذ من كذب في المجادلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا أبناءنا وأبناءكم. فدعا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم، فدعا فاطمة الزهراء، وأنفسنا وأنفسكم، فدعا عليا. فانسحب وفد نصارى نجران، وقال كبيرهم: لو دعا بهم لانطبقت السماء على الأرض. فنزلت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. صدق الله العلي العظيم. فمن كان نفس رسول الله يا ابن إسماعيل؟ حان وقت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. يا الله.
مولاي، ما حال رجاء بن الضحاك؟ مذ قتل الفضل بن سهل لا يكاد يخرج من بيته. اذهب إليه وقل له أمير المؤمنين يريدك الساعة. أمر مولاي. مقيد بقيود الحديد، مغلق عليه بأقفال من حديد، يخرج من سجنه ولا يترك أثرا، كيف؟ لقد ظننت بأنه سيأمرني بقتلهم، ولكن فجأة تراجع ولم يأمرني بشيء، وإني لمندهش. أخي المأمون يشتغل بالفلك والنجوم، وله نظر وعلم، وقد بدا له أمر حيره. ماذا حدث له؟ صدقهم، خرج الهروي من سجنه بشفاعة، بمعجزة، فنكأت جراحه. لا بأس عليك يا أختاه، ستكونين بعون الله في عافية، وإني لأرجو من العلي القدير أن يمد في عمرك حتى يكبر أبو جعفر ويتزوج وينجب أحفادا تفرحين بهم. إن كنت أسعى على شيء في هذه الدنيا فعلى فراق محمد ولدي، ولكن هيهات. يرعاك الله يا طاهرة. مذ قبض مولاي لا أجد للدنيا طعما ولا أرى فيها ضوءا إلا ما كان من ولدي محمد، وإني لمتنفة شوقا إليه. وإن كنت يا رب العرش ستجمعني به في ملكوتك فاقبضني إليك يا رب. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. كيف أصبحت يا أماه؟ رضي الله عنك. إني بين يديه يا بني. تقبلين على الأحبة يا أماه، يرحمك الله حية وميتة ويوم تبعثين. يا بني، سألتقيك بعد يومي هذا يا قرة عيني. بلى يا أماه، الله سبحانه طهرك ورضي عنك إذ أكرمك بأفضل عباده، ولسوف نلتقي في جنته يا أماه يا طاهرة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عزاءك يا عمتي.
السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام يا ابن الضحاك، تعال واجلس بقربي. بقربك يا مولاي لا يصح. لما لا يصح يا رجاء؟ فالرب واحد والأب واحد. أتذكر من قالها لك؟ مولاي الرضا عليه السلام، يوم رافقته من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله إلى نيسابور يا مولاي. إيه رحم الله الرضا، ليس في الناس مثله. لي عندك رجاء. أنت مولاي ولك علي الطاعة. سأرسلك في أمر أتمنى أن تقضيه بنفس راضية. إن قدرت عليه مضيت، فمرني يا أمير المؤمنين. سأرسلك إلى المدينة المنورة. ماذا في المدينة يا مولاي؟ رجاء، في هذا الأمر لا أريد سواك. أسمعك يا مولاي. تصلح من شأنك، وحالما تكون مستعدا تأخذ معك قافلة وتمضي إلى المدينة المنورة، تقابل محمد بن علي لموسى الرضا، تبلغه السلام وتقول له عمك المأمون ينتظرك في بغداد. لا، لن أذهب إليه يا مولاي ولو قتلت. ولو قتلت. أحسنت. رحم الله أم محمد السيدة الطاهرة وأسكنها فسيح جنانه. اللهم اغفر لها وأحسن الله عزاءك وعزاءنا بها يا أبا جعفر. رحمها الله، قبضت سريعا بعد أبي عليه السلام وكانت طاهرة نقية. يتخطفنا الموت بأيدي الظلمة، فإما ميت بالسيف، وإما مقتول بالسم، وإما مقتول بالقهر والحزن على من مضى. هذا ما وعدنا الله به، وإنا بإذنه لصابرون. رجاء ابن الضحاك يرفض أمري بإحضار ابن الرضا إلى بغداد. إنه يتهمني إذن. Ahlul Bayt TV, the holy household for every household.